يمكن اللي احنا يمكن من شهور كبيره جدا جدا فتحنا مع حضراتكم هذا الملف هنا في المحترف، وقلنا انه ملف مهم جدا يا جماعه، الناس كلها شغاله عليه، نتمنى ان يكون في متابعه، وما زلنا وهنفضل وراء هذا الملف لانه سكه بتودينا. انا بتكلم مع منير وكل ضيوف اللي هنا قال علشان نوصل ان يكون عندنا عدد كبير من اللعيبه المحترفه في اوروبا فرز الدوري المصري عندنا وقت طويل جدا جدا وهيبقى صعب جدا، فليه ما نستغلش دوت ان احنا عندنا مصريين عندهم ازدواجيه في الجنسيه زي ستيفان شعراوي يمكن في 2012، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم رحت وحاولت اتكلم معاه لكن هو كان خلاص قرر انه يلعب مع منتخب ايطاليا. احنا هنا في المحترف بنقدم نماذج كتيره جدا جدا، نتمنى ان المنتخب او القائمين في اتحاد الكوره على هذا الملف يكون فيه اهتمام. النهارده هنقدم لكم نموذج اخر ومصري في المانيا. لاعب جديد مصري في ألمانيا بنقدمه لاتحاد الكورة وإن شاء الله يكون في اهتمام بهذا الملف، وهاخد من الفيديو جراف دوت على رؤيتك أنت كمان لهذا الملف. أندية كثيرة ومنتخبات كثيرة جدا جدا اهتمت بهذا الملف ودلوقتي عندها نجاحات كبيرة جدا جدا، شايف نتعامل مع الملف ده إزاي يا منير؟ محتاجين نتعلم من النماذج الفاشلة، بمعنى مثلا دلوقتي ايرلندا عانوا كتير لجريليش وداكلين رايس لعبوا معاهم فتره وبعدين راحوا منتخب انجلترا. انجلترا خسروا موسيالا لعيب كبير، خسروا زاها لعيب كبير كان ممكن يساعد موسيالا مع بيلينجهام كان له مستقبل كبير جدا لانجلترا، دلوقتي موسيالا مع منتخب المانيا. محتاجين نتعلم من النماذج دي. يعني انت بتتكلم كمان على مستوى اوروبا المنتخبات او البلاد اللي اتاخرت في ده خسرت كتير وجبت امثله، يعني بتتكلم على ايرلندا بتتكلم كمان على مستوى انجلترا نفسه، موسيالا كان بيلعب في انجلترا وكان عنده فرصه انه يلعب للمنتخب الانجليزي طبعا، وبالذات اللعيبه تعال نبص على ايرلندا بالذات كمثل، بالذات البلاد اللي ما تنتجش لعيبه كتير بالجوده دي او لعيبه كتير محترفه، محتاجين ايرلندا خسروا جريليش وخسروا رايس، مش عايزين نخسر لعيبه زي اللي حضرتك لسه بتتكلم عنهم دلوقتي دول لمنتخبات ثانيه وهو ممكن يجي يلعب عندنا ويلعب اساسي كمان، ولا زي ده ممكن في المانيا يبقى عنده منافسه اكبر، لو جه هنا مصر هيلعب اساسي وهيبقى عنده مكانه اكبر. حين نركز في موضوع ده اللعيبه المزدوجه دي من الاسلحه المهمه لاي منتخب. صحيح، وانا طبعا تاني بقول وهعيد وهفضل يا ريت الاتحاد المصري لكره القدم يعمل السكاوتنج تيم او فريق البحث عن هذه المواهب ويتواصلوا معاهم ويكون عندنا عدد كبير. ما ينفعش يا جماعه يكون عدد، يعني الواحد برضو بيكون متضايق وهو بيتكلم كده، يعني لازم احنا من 2012 بنتكلم على لازم نطلع اولادنا بره ولازم ولازم ولازم. الكابتن جوهري من سنة 90 بيتكلم، فاحنا دايما بنلف حوالين محور واحد ونقطة واحدة، طلعوا الولاد يحترفوا برا. احنا ما ينفعش ان منتخب مصر الاولمبي ما فيهوش ولا لاعب محترف ومنتخب المغرب ما فيهوش غير ثلاثة محليين، يعني شوف الفرق، بتتكلم على عدد كبير جدا. منتخب مالي تحت 23 سنة عنده أكتر من 11 أو 13 لعيب محترف في أوروبا، ما بقولكش انه بيلعب في تشيلسي ولا بيلعب في المان يونايتد، لكن بيلعب في ليفل على الأقل أعلى من الليفل اللي بيلعب فيه في بلده بشكل كبير جدا، وبالتالي هيبقى عنده فرصه كبيره جدا للتطوير وعنده فرصه كبيره جدا انه يوصل لمستويات اعلى في وقت اقصر. ما حدش يتخض يا جماعه ان منتخب المغرب لعب نصف نهائي كاس العالم، وما تتخضش خلال السنين اللي جايه هتلاقي منتخب زي السنغال بينافس في كاس العالم، او منتخب المغرب هيستمر على هذا الكيرف العالي لمده سنوات طويله. تتكلم على منتخبات كبيره، اتفرج على منتخب نيجيريا واتفرجوا على منتخبات يمكن زمان ما بين قوسين بنقول ايه المنتخبات دي، اتفرج على يعني منتخب حتى منتخب غينيا اللي يعني خسر بصعوبه امام المغرب. احنا للاسف واقفين عند نقطه واحده وماسكين في نقطه واحده ومش عايزين نتحرك لقدام، حتى لما بنعرض حاجه وبنقدم حاجه عشان بنحب بلدنا وبنحب الكوره وبنحب مصر انها تكون متقدمه مفيش تحرك. احنا لغايه دلوقتي يا جماعه اعتقد مقدمين اكتر من 50 لاعب بيلعبوا بره في اوروبا، مش يعني بقالنا اكتر من سنه في هذا الملف. نيجي نتكلم مع حد في اتحاد الكوره وايه ده حصل، لا احنا ماسكين الملف وعارفين احنا بنعمل ايه. طيب يعني عارف بتعمل ايه، يعني ماشي في الخطوه،
ما نلاقيش الكلام دوت. يجي واحد بيلعب في اوروبا يتمرن تمرينتين مع المنتخب الاولمبي او يلعب له ماتش ودي، لا معلش فرصه ثانيه. واحد في بيلعب في مونشن جلادباخ يجي منتخب الشباب، لا اصل عندنا احسن منه. يعني للاسف يا جماعه بنتعامل حتى مع الولاد دول بشكل خاطئ. انت ليه حتى لو مش محتاجه حتى دلوقتي لا لازم تتابعه، لازم تجيبه، لازم يكون موجود وتعمل له خطه، والناس دي لازم تطلع من اتحاد الكوره تتعامل مع النجوم ديت. يا عم لو اتكلمنا على 50 واحد هات لنا 5 منهم، هات لنا 10 منهم يكونوا كويسين ويساعدوا المنتخبات ديت، ويساعد منتخب مصر يكون عندنا لما يجي كده المدير الفني للمنتخب الاول يستدعي اللعيبه، يا جماعه احنا عندنا 25 لاعب محترف هنختار منهم، عندنا 30 لعيب محترف هنختار منهم. الكلام ده بيحصل في دول اقل مننا كتير، يعني على مش اقل مننا، خلاص ما بقوش اقل مننا، بقى اكتر يعني، بقى احسن مننا. فالكلام دوت برضو الواحد بيضايق الواحد، والناس للاسف ما بتسمعش. عندنا خامات وعندنا لعيبه، وان شاء الله باذن الله الكلام يوصل، ولو ما وصلش هنحاول بقدر الامكان الملف ده مش هنسيبه. طيب هنخش معاك يا منير في الصفقات الصيفيه، يعني عايزين نستعرض سريعا الصفقات ورايك ايه، وهاخد رايك في موضوع دلوقتي السوق السعودي في، وطبعا دخوله اوروبا بشكل كبير جدا. نستعرض الصفقات ديت سريعا. معلش احنا سبقنا خطوه شويه، لان كمان زي ما بقول لحضراتكم لو الانديه بتستعد على مستوى الصفقات وعلى مستوى الانتقالات كمان الاستعداد